هاي اللقطة راح أحكي معكم عن حركة السايد تو سايد، حركة كتير حلوة غير معتاد عليها، تعطينا لقطة جديدة. ما بدنا نستخدم حركة السايد تو سايد كتير مشان ما تزعج المشاهد، لأنه حنلاقي إنه الكاميرا عم تتحرك كلياتها من اليسار لليمين، فحتكون الكاميرا أصلاً بجهة مختلفة عن الجهة النهائية اللي حتوصلها. ففينا نعمل الحركة هاي من اليسار لليمين أو العكس، تكون عنا الطرفين هاي لهاي الجهة ونعمل الحركة تماماً بعكس الجهة. هلأ لحتى نبدأ بحركة السايد تو سايد نتأكد إنه الفيديو هيد تبع الترايبود يكون جاي تقريباً بالنص. بالنص يكون هذا الطرف اللي بدنا نروح على هاي الجهة يكون على هاي الجهة، والترايبود يكون عنا تبعنا بالنص. ما راح تفرق إنه يكون بالنص بأي شيء، بس إنه يكون بالنص تماماً. بعدين رح نمسك الترايبود بأي مكان ممكن يكون ثابت، ما بدنا نستخدم الإيدين مع بعض لأنه هيك رح تعطينا رجة، ما بدنا هاي الرجة تكون بالفيديو. رح نستخدم إيد واحدة من طرف يكون ثابت ونروح شوي شوي بهالجهة. حنبدأ الفيديو من هون، طبعا نتأكد إن الإضاءة الفوكس كله ممتاز، وبعدين حنعطي هاي الحركة لحتى توصل الكاميرا إلى مستوى الجديد. بدنا ننتبه انه لما الترايبود يلمس الارض رح يكون في رجه، هاي الرجه طبيعيه لانه اكيد الكاميرا رح ترج بس الترايبود يكون على الارض. فاصلا احنا لما بننتج الفيديو بدنا نقطع الفيديو على نهايته، يعني نهايه لما الكاميرا بترج ما رح يكون بالفيديو، فرح يعطينا اللقطه من هون حتى الكاميرا توصل لهون. هلا رح اورجيكم بعض الامثله اللي صورتها باستخدام حركه السايد تو سايد، واكيد جربوها رح تلاقوا الموضوع كتير سهل ورح تعطيكم لقطات حلوه وجديده.